سوريا غماري من جمعية فضل الرحمن. صباح الخير سيدتي، مختصة في صناعة العجائن، أهلا وسهلا. صباح الخير، نشكرك أخت فاطمة. احنا أنا أخت من طفراوي، مناطق الضل. نعم، نرحب بزميلتك كمل، ما كاش مشكل. وأيضا نرحب بالسيدة عمرية بالحسين من جمعية هالة لترقية المرأة، أهلا أهلا وسهلا، صباح أهلا، الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. وأيضا أنتم مختصين في المجال، أو خلينا نقول نعم، المجال الخيري. طبعا نعم، طبعا، عرفينا بالجمعية بداية وأهداف الجمعية ولا دور الجمعية؟ احنا المهم، احنا جمعيتنا تأسست في سنة 1999، يعني انا مدة طويلة بزاف. الأهداف تاع الجمعية تاعنا هي أهداف خيرية محضة، يعني من أهدافها هي أننا عندنا قفة رمضان، عندنا الدخول المدرسي، احنا رانا على الأبواب ورانا مدينا غياب. يعني هذا الأسبوع شرعنا في تقسيم حقيبة اليتيم والمحتاج، عندنا كذلك كبش العيد، عندنا الدخول المدرسي، المهم على الدخول المدرسي قلت لها، عندنا زفاف جامعي تقريبا سنوي، نديروا زفافين في السنة. الفائدة كذلك الشباب المحتاج، يعني احنا ما عندناش، ما نقدموش حاجة كبيرة للشباب، ولكن نقدموا حاجة بسيطة ولكن للمحتاج، يعني للمضطر كما نقولوا حنايا. كذلك عندنا مساعدة طبية من حين إلى حين، يعني احنا جمعيتنا مش متخصصة في الطب، ولكن نساعدوا كي تكون حالات يعني بالمقدور. مستعجلة، وكا يعني كما نقولوا الله غالب ما كاش كي ندولها نشوفوا لها حل. يعني قمنا يعني بعدة عمليات جراحية، درنا يعني في بيت الألفين عملية جراحية تاع قلب في الأردن، المرأة يعني فقيرة ما عندهاش، يعني حاولنا نساعدوها. كذلك درنا شحال من عملية، يعني عملية العين كما زرع القرنية إلى غير ذلك. وعندنا كذلك نواكبوا المرأة الماكثة في البيت، يعني هذا هو الشيء يعني اللي جيت تقريبا نتكلم نعم، عليه. حين نرجعوا لهذه النقطة نروحوا للسيدة سورية غماري. سيدة سورية غماري، أنت مختصة بصناعة العجائن. نعم، أنا الجمعية تاعي هي مرأة ريفية بطفراوي. أنا روحت من 2000، من 2001 أنا بغيت مختصة بالمرأة الريفية اللي ماكيتة في البيت، نعم بغيت نخرجها ونعاونها وباش تبيع المنتوج تاعها، نعم ودرت الشركة مصغرة بأنواع الكسكس. نعم اللي راه حاضر معنا أنواع اليوم. نعم، أنواع الكسكس اللي حاضرة معنا اليوم، لو تعطينا التسمية تاعها سيدة. ما كاش مشكل. كاين نعم، من مكانك، من مكانك. نعم. كاين كسكس الشعير، احنا نقول لك كسكس الزرع، الزرع فيه عامل فوائد. الشق، في نعم. عامل الشق. كاين كسكس القمح، وكاين كسكس البلوط، وكسكس الخروم، وكاين الكسكس تاع انواع الكسكس، نعم. مثل كان يقولوا له، احنا نقولوا له بركوكس، كان يقول له مردود، كان كل واحد العيش. كيسميه نعم. كيسميه، لا كان يقول له العيش. نعم. عندنا انواع يعني الكسكس. هذه الحرفة اللي مختصة فيها، وهذه اللي يعني معظم الستات، أو خلينا نقول السيدات الريفيات الماكيتات في البيت، هذه هي لا الحرفة. نعم. كاين احمل العجائن مثل الرقاق، نعم، ما شاء الله. مثل كي نقولوا البسم، كاع انواع الخبز في الكوشه تاع العرب تاع بكري، نعم، ما أكيد كل له شيء. رائحة خاصة. ايوه، مرحبا بكم، تجوعنا وتشوفوا في ما في الطبيعي، إن شوفوا شاء في الله، الطبيعي. إن شاء الله. طيب حدينا، يعني كم سنة الآن بديتي في هذه الجمعية؟ شحال عندك من عام وأنت أكيد؟ راني في 20 عام، الله يبارك، ما شاء الله. من وكم 2000 سيدة، يعني كم شحال من امرأة قعدت يعني كانت معاك في الجمعية وقمتم بهذا المشروع، ويعني هل هناك صعوبات واجهتكم؟ شوفي أخت فاطمة، أنا نهار البداية كي روحت ما تقبلوهاش، خاطر ممنوع المرأة الريفية تخرج تروح عند الجمعية. أنا شادرت لهم، جبت لهم ولادهم، قلت نقري ولادهم حفظ القرآن. هذاك الولد هو قلت نقريه ولا يعلم الأم ويعلم الأب، داروا فيا ثقة كبيرة، زيفطوا لي النساء تاعهم، وبديت نختبر نشوف أنايا هذه المرأة شا عندها، ما هو الدور تاعها. كل واحدة وقت عندها صنعة كبيرة. الحمد لله درت لهم هذو، قدرت لهم كاع من 2019، حق ربي جات عندي الحرفيين مسيو طهراوي، دار لهم تكوين، طاهم لي ديبلوم، نعم، وطاهم الآلات
الالات، وراه هو تاني مسجد طهراوي راه يعاونني في تسويق المنتوج تاعهم. الله يبارك. كل خطره رانا في معرض، في كل الله. خطر كيما اليوم كيما هذا الشهر تا اوت رانا في معرض في حديقه التسليه. نعم. رانا بعنا لهم المنتوج تاعهم الحمد لله. الحمد يا رب. لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب نرجع لك سيدتي، نتكلموا عن نقطه ترقيه المراه، يعني حكينا عن هذه النقطه بالتحديد. احنا من اهداف الجمعيه اننا نساعد المراه الماكثه في البيت، يعني احنا بدينا بالاسر الايتام يعني في كبدايه المشروع هذا، يعني احنا في سنوات نخدمه بدينا بالعائلات اللي متوفين الاباء تاعهم، يعني اللي يكونوا اكثر من ثلاثه في الدار، هادو بدينا الاولى نساعدوهم في الدراسه، يعني كنا شفنا نديروا حصيله هكذا للاطفال النجباء، يعني كيعرف الايتام كل واحد والظرف تاعه، يعني كاين اللي قد الوالد الام تواصل معاه تقريه، وكاين اللي ما تقدش. حنا بديناها من هذا الباب. نعم. بدينا اننا نعاونوا الايتام، الحمد لله جمعيتنا يعني تخرجوا طالبات، يعني منهم راهم طبيبات، منهم راهم استاذات، ولله الحمد والفضل كذلك. شو احنا الجانب الاشهاري في الجمعيه ما عندناش، يعني احنا جمعيتنا راه عندها اكثر من 24 سنه ولا اكثر، ما كانش يعني قليل اللي يعرفونا، يعني الجانب الاعلامي ما عندناش صفحه على الفيسبوك، ما عندناش اشهار. هذه التلفزيون الجزائري فتح لكم ابواب. شكرا لكم. يعني شكرا لا العفو هذا واجبنا. شكرا هو ولكن احنا دائما يعني طبعا همزه الوصل اللي بين الجمعيات ولا خلينا نقول الحرفيين بصفه عامه اليوم هو السيد طهراوي. وعنده يعني الشكر من هذا المنبر، الشكر جزيل. نعم. الشكر انه هو يعني اول مره احنا نشاركوا، ما نكذبش الواحد، اول مره شاركنا على يد الغرفة. نشكره هو كرئيس للغرفة، ونشكره مدير للغرفة وكل أعضاء هذيك الغرفة، يعني قدمونا الدعم وخلونا تاني احنا ندوروا يعني لمستنا في هذا المعرض الشهر تاع عود، ولله الفضل والحمد، ونشكره كذلك جزيل الشكر، يعني أنا تقريبا ما عارفة مازال ما شفتهاش، يعني شكرا له جزيل الشكر من هذا المنبر. جميل. طيب شاركتم في معارض معينة؟ لا احنا قبل في بداية الجمعية تاعنا يعني في الألفية كنا نديروا معارض وحدنا يعني بمجهودنا هنا في وهران. نعم. بصح المعرض الأول يعني تم منظم من الغرفة لأول مرة، يعني أعطانا فرصة والحمد لله. الحمد لله. قدينا احنا خاطش دايرين نكونوا المرأة في الخياطة، في الطرز، في المجبود، الفتلة، يعني كاع الحرف القديمة نحاولوا نحيوها ونحافظوا عليها. صح. وتورتوها للجيل الجديد. كذلك دايرين جهة الحلويات التقليدية، يعني ماشي الحلويات العصرية، يعني الحلويات التقليدية تاع مدينة وهران. ثاني نحاولوا نحافظوا عليها باش ما تنضاطرش. يعني في هذا هو. ما شاء الله. طيب. سيدة سورية، يعني ما شاء الله، يعني صناعة العجائن ولها إبداع من السيدة الجزائرية، حراير بلادي الله الله. والإبداع أكيد لما يكون في دوام وتبقى في القمة المرأة وتبقى دائما خلينا نقول يدها، يعني الواحد لما يتذوق مثلا كسكس تاع البلوط ولا كسكس تاع الشعير من يد سيدة سورية، لازم كيما كليتو أول مرة ناكلو بعد المرة الألف ولا العشرة هو هو. كيفاش تقدري اليوم تحافظي على هذه اللمسة؟ نعم أختي فاطمة، أنا باغية راني دايره شركه مصغره، هادو اللي راهم ينتجوا هذا الكسكس نعلموا بناتنا الصغار. احنا نجيبوهم نعلموهم كيفاش يفتلوا باش تكون هذه باش الحصه ما تروحش. نعم. تقعد لولادنا وبناتنا اللي راهم جايين ان شاء الله في المستقبل. وهذا كيقولوا هذا كسكس صحي. صح صحيح. صحي ماشي زعما مخدوم صحي. نعيان نقول لك نوصفه لك ما نجاش نوصفه لك كيما تقول لك. جميل. طيب السيده السوريه، يعني ما شاء الله انت اليوم امراه خلينا نقول نموذج ناجح في مجالك في صناعة العجائن، يعني نصيحة توجهيها لكل سيدة يتشاهد فيك، سيدة الماكيتة في البيت تحب تكون عندها مشروع، تكون عندها المدخول تاعها ولكن من البيت تاعها، كاين اللي اكيد لظروف خاصة ما تقدرش تتنقل، ما تقدرش تعمل، يعني تحدي الصعاب ان صح التعبير. شو نعطي النصيحة للأخت الجزائرية بصفة عامة، ماذا اللي عندها حرفة ماذا بها تروح القطاع تاع الحرفيين، تروح عند الحرفيين تمد المنتوج تاعها، توري المنتوج تاعها، ما تخليش داساته، توريه خاصة اللي عندها حرفة كما قلتي في يدها توجهها وتوريها،
الحمد لله احنا رامنا ترانا ندير لهم التسويق ودرنا نبيع لهم المنتوج تاعهم والحمد لله دوك هذا المنتوج ماناش داسينا راه باين الحمد لله. الحمد لله. هل كانت لكم مشاركات في معارض؟ نعم. ونعم رانا من 2019 راح قربي من جاز مسجد طهراوي رانا نديروا مشاركه في كل الاخر في ميريديا درنا في ميرامار درنا في سونتر فيل درنا في حديقه التسليه في كل مكان هذا الاولى توجور نعرض المنتوج تاع المراه الريفيه تاع طفراوي ونشكر اكبر الشكر ان شاء الله وتاني ما نسوش ثاني مديريه تاع التضامن الاجتماعي ثاني هو عاوننا والمدير تاني عاوننا ومسيو بالتاتي تاني عاوننا تاني نشكرهم تاني عاونوا مناطق الضل ربي يجازيهم الحمد لله الحمد لله. طيب نرجع ليك سيدة عملية. سيدة عملية أنت قلت لي جملة جميلة أنه حاولتي من خلال جمعيتك أنك تورتي للجيل هذا كل ما هو حرفي جزائري قديم باش ما يندثرش. حطينا على هذه النقطة بالتحديد. قلت لك حنا يعني ما كملش الحديث حنا بدينا بالأطفال. احنا يعني بعد ما درنا يعني كما نقولوا لقاءات متكرره شفنا ان هذه المراه يعني الاعانه هذه تاع القفه شهريا ولا العيد مره في العام ولا ماهيش كافيه للمراه او الاسره بحد التعبير يعني مراه عندها ثلاث اولاد ولا اربعه يعني الاعانه توصلها مره على مره هذه ما غاديش تكفيها. احنا حاولنا اتصلنا بالنساء ولله الحمد يعني المراه الجزائريه حتى انها تقرا ولا توصل الحرفه ما تضيعهاش وهذا فعلا اللي لمسناه في اي مراه. استدعينا هذوك النساء اللي عندنا يعني عن عدد كبير من النساء يعني شفنا كل وحده واش عندها في يدها مثلا اللي عندها الكاطو اللي عندها خياطه اللي عندها اشغال يدويه اللي عندها كل وحده واش عندها من حرفه. احنا يعني هذا المشروع بديناه قبل ما يعني تنقل للغرفه. اننا حاولنا قلت لك احنا عندنا يعني واحد المكان يعني على حسابنا نعلموا فيه الحرف. الحرف نعلموها للبنات يعني كان هذا الصيفيه البنات اللي يكملوا الدراسه يعني ما كانت داو العطله ما كانش وين يتنقلوا نتلاجوا انهم تعلموا يبداو يتعلموا. نعم جميل ان تكون صنعه في اليد. تعلموا تقول لك مثلا ما نقعدش انا واش نروح يعني بحر على نهار ولا كذا ولا كذا انا نتعلم حرفه يعني حتى الامهات الله يبارك. يعني هذو حل الامهات تاعهم وكان من غير هاد البنات اننا حاولنا نكونوهم يعني في هذا يعني كي اتصلت بالغرفه سقسيت يعني اسكم ممكن يعني احنا ماذا بينا كي تتكون هذه المراه عندها حرفه تزيد تروح للغرفه يعني تحاول تتكون وتدي شهاده هذيك الشهاده تقدر يعني تساعد بها نفسها. زياده على اننا ان شاء الله يعني الى السيد بقى معنا تاع الغرفه يعني الله يجازيه من خارج الجزائر اننا يعني كل ما يكون معرض نحاول احنا اي يعني بين هذه النساء كل مره نطلعوا وحده توري المنتوج تاعها وتسوقه بنفسها يعني مش احنا يعني مش الجمعيه تسوقه يعني احنا على يدنا ولكن هي تحاول انها تبرز القدرات تاعها وتبرز الانتاج تاعها وتحاول تثبت نفسها كمراه جزائريه في المجتمع تاعها. جميل يعني هذا من اهدافنا وان شاء الله نسال الله انه يوفقنا ويساعدونا ثاني هذه السلطات يفتحوا لنا يمشي لنا يفتحوا البريتو لهذه النساء الماكثات بالبيت ان شاء الله يا ربي. طيب الى ما نعم في الاخير الى ما تطمح السيده عمليه؟ في الحقيقه انا طموحي كبير لا حد له كأي مرأة جزائرية الحمد لله احنا كجزائريات نرفع التحدي في كل المجالات ولله الحمد. احنا انا اطمح يعني للجمعية يعني الجمعية بدون ناس ما هي الجمعية يعني بهذه المرأة انا بصفتي كمرأة ماذا بي ان المرأة هذه تثبت وجودها يعني من كل النواحي الحمد لله. انا قلت لك هذا يعني هذه الامهات انهم قدروا يعني تصوري انت مرأة تخدم عند مرأة تسيق وتنقي تقري خمسه تاع الاولاد تخرج منهم يعني في الطب تخرج فيهم مهندسين تخرج منهم يعني بشق الانفس والله العظيم بشق الانفس يعني انا تقريبا وهبت حياتي لهذا العمل لله يعني ماني نتقاضى منه حتى شيء يعني اجرنا عند ربي سبحانه وتعالى فانا يعني تقريبا ما عنديش حتى عطله يعني الصيف وما نريحش دائما اتصال بهم نحاول نشري لهم الاشياء اللي نقدر عليها باش يتعلموا باش يبرزوا نفوسهم باش ان شاء الله كل واحده تحقق الذات تاعها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. طيب سيده سوريا واش تقولي في الختام يعني الطموح التي تطمح له سيده سوريا؟ اخت فاطمه ما شاء الله الطموح تاعنا كاينه واحد النقطه راهي في طفراوي خاصه انا طفراوي كاين غوالم وكاين زماله
قالوا لي صحاب التفرع لك تهضري على الغوالم، وانا بختونه زمانيه نقول لهم انايا نوجه لكم كي الغوالم كي زمانه طفراوي طفراوي ونطلب لكم النجاح ان شاء الله ويعجي ربي ان شاء الله قضيه تكبر تكبر مناطق الظل تكبر ان شاء الله في المدن تفتح ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. شكرا لك سيده سورية وشكرا لك سيده عمريه، نتمنى لكم كل التوفيق يا رب. شكرا ان شاء الله لك جزيل الشكر ونشكر كل الطاقم اللي راه معنا جزيل الشكر ونشكركم شكرا شكرا جزيلا ونشكر ثاني مدير الغرفه بارك الله فيك. شكرا لك شكرا. اذا مشاهدينا الكرام ها قد وصلنا الى ختام برنامجكم الصباحي، صباح الخير يا جزائر. كان معكم في الاخراج السيده اسماء الصديق، رئاسه التحرير السيد نبي نوي، شكرا لكل زملاء جنود الخفاء، شكرا لزملاء في الغرفه المراقبه السيده امينه في الصوت السيد شامخ ما نساوش والسيده سوريا بالفوطي وكل اللي هم حاضرين معنا ونسيت اسمائهم ما تزعفوش بدي. ابقوا على خير، شكرا لكرم المتابعه، نلقاكم بحول الله تعالى غدا في يوم جديد ومع ضيوف جدد ان شاء الله. كونوا بخير وعلى خير، خلنا بيوتكم وبالخير نخلوكم ان شاء الله. مع السلامه. ديرك للخيمة دوكا دوكا فوق الجمال تبع تبع رشقة صحاري دق زق من أعماق رمالي حليت عقلي غمض عينيا وصلوا من جوم وريح بنها توقع بغيت نهوم وخلوني هني هني الغيمة أحبابي في طباب الخور وهنعوم طهاري أنا بارتي خليها عليك يا واري 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 قاعدة سحراوي فيها فاجي جملة حبابي